بعدين بدي اروح على السعوديه من اليمن كما تعلم، مثل لبنان وسوريا، في روح من 100 معبر غير صحيح مفتوحة الحدود. هو في موقع قومي يدرك تماما أن عليه أن يكون، وخصوصا أنه يسعى من أجل الحوار، أن عليه أن يكون متوازنا وحصيفا في كل قرار يتخذه. وقيل لنا أمور أخرى، نحن نعالج الأمر، لا أريد أن، لكن أريد أن أقول هنا مناسبة، أننا في هذه الحالات على الجميع أن يتحلى برحابة الصدر وأن يتحلى بقبول رأي آخر، ما دام هذا الرأي، صاحب هذا الرأي لم يحمل سلاحا ولم يدخل في تآمر إلى آخره. لكن الفكرة الأساسية أننا نسعى من أجل حوار يمني يمني، وهو وقد تكون إحدى هذه المبادرات، هذوليك مبادرات على المستوى الرسمي، نحن منقيم مبادرة على المستوى الشعبي، كما في سوريا في بداية الأزمة ذلك أطلقنا المبادرة الشعبية لمناهضة التدخل الخارجي ودعم الحوار والإصلاح في سوريا، لأنه كان في رأينا أن سوريا لن تخرج من محنتها إلا بحوار سوري سوري. وقد التقينا بالرئيس الأسد وبالقيادة السورية، والتقينا بالأطراف من المعارضة الوطنية، وكانت الأمور مهيئة قبل أن تهجم علينا أو تجتاحنا مبادرات الدولية والعربية آنذاك. فتجمدت مبادراتنا لصالح تلك المبادرات التي تبين أن كان هدفها كسب الوقت لاستمرار استنزاف سوريا وأضعف سوريا. الآن اليمن، أنا أعتقد أن أنصار الله وحلفائهم منذ البداية كانوا مستعدين لإجراء حوار، ولكن ليس تحت ضغط القصف صحيح والضرب صحيح. وليس في الشروط التي يريدها الآخرون. كذلك الأمر، أعتقد أن من أطلق عاصفة الحزم بات يدرك صعوبات تحقيق الأهداف المعلنة، يعني للأسف الوقت عم بدهمنا. ولكن برأيك إعلان وزير خارجية السعودي أنه يوم الثلاثاء يعني في مشروع لوقف إطلاق النار أو ما سمي بمبادرة إنسانية أو ما شابه، يعني هذا جزء من التراجع يلي عم تحكي عنه حضرتك؟ يعني أنا لا أريد أن أدخل بالتفاصيل لأنه ما عندي معلومات إذا كان، لكن هناك كما قلت الطرفان محتاجان لهدنة، طرف يحتاجها لأنه مسؤول عن شعب يقتل يذبح يدمر منشآته مرافقه الحيوية صحيح. وهناك طرف آخر أعتقد أنه محتاج لهدنة لكي يراجع حساباته التي تبين أنها لم تكن دقيقة أبدا في هذه المغامرة ضد اليمن، وهذا أمر يفتح الأبواب من أجل حل سياسي. أعتقد أنه في اليمن وفي غير اليمن لا بديل عن الحل السياسي، حل السياسي بين العرب صحيح من أجل مواجهة عدو العرب. يعني عسى أن تكون هذه الدعوة الأخيرة اللي حضرتك أطلقتها أنه يكون في حوار من أجل التفرغ للعدو الرئيسي، على أمل ذلك. الأستاذ معن بشور مؤسس منتدى القوم العربي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء بك دوما ضيفا عزيزا في استديوهات الثبات. شكرا جزيلا مشاهدينا، الشكر موصول لكم، دمتم برعاية الله.